جماهير شعبية تطالب الإطار الشيعي بتشكيل الحكومة، والأخير يستأنف حواراته لتنفيذ المطالب. مجلس القضاء الأعلى يستبق المهلة المحددة ويرد على تغريدة السيد مقتدى الصدر بأن لا حل للبرلمان من قبل القضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. مرور الوقت والغفلة عن تبعات تحشيد الجماهير تزيد من سخونة الشارع وزيادة الغضب الجماهيري من مختلف الجهات، فبين اتجاهين، أولهما من يطالب بعودة الشرعية لمؤسسات الدولة، وبين مقررات مجلس القضاء في جلسته اليوم الأحد التي استبق فيها مهلة السيد الصدر وأعلنها صراحة بأنه لا يمتلك صلاحية حل البرلمان في رده على دعوة الأول التي طلب فيها ذلك، لكنه اتفق معه على تشخيص سلبية الواقع السياسي ووجه دعوة صريحة بإبعاد القضاء عن زجه في دائرة الصراع الداخلي، يجري ذلك في وقت وصل فيه الإطار التنسيقي لمحطة الشمال لمناقشة مستجدات الأزمة الراهنة. هذه أبرز الملفات اللي راح نتابعها في حلقة الليلة من حصادنا ونناقشها مع ضيوفنا الكرام، تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا بعد ضغط الجماهير من معتصمي حماية الدولة وممتلكاتها وسعي الإطار لتنفيذ مطالبهم، عادت الحوارات إلى الساحة مجددا ليتصدى رئيس تحالف الفتح إلى هذه المهمة ليكون حلقة وصل بين الأطراف جميعا حتى المتخاصمين منهم، كونه يحظى بمقبولية لدى الجميع. فمن هذا المنطلق اقترح أن تكون مبادرة تعيد الحوارات كما السابقة التي جاءت بمخرجات إيجابية وأوصلت البلد إلى بر الأمان تقريبا وشبه الانتهاء من تشكيل الحكومة. فهذه التحركات يراها أصحاب الرأي أنها خطوة إيجابية على صعيد التهدئة وجمع الأطراف كافة لعودتهم إلى مناطق التحاور. نفتح وياكم مشاهدي الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشماري. انسداد سياسي يفرض نفسه بقوة لما جاءت من نزاعات وخلافات حتى احتكم البعض إلى الضغط الجماهيري، وهذه آخر المحطات التي يشهدها البلد. وبعدما تعرض المحتجون لمؤسسات الدولة بالخراب، استنهض الإطار الشيعي من يؤمنون بالقانون والدولة لحفظ هيبة البلد من العبث بممتلكاته من قبل جمهور غاضب. يرى مراقبون أن غضبه وراءه جهات تدفع به إلى التصعيد والتحشيد. فالإطار الشيعي ما زالت مساعيه مستمرة بدعواته للتيار الصدري إلى الحوار ولغة التفاهم عن كثب دون الرمي بالجمهور إلى منصة النزاعات السياسية. فآخر الدعوات هي المبادرة التي أطلقها رئيس تحالف الفتح هادي العامري بتوجه كل الأطراف السياسية إلى الحوار لما جاء من ضغط جماهيري يطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة، وكذلك زيارة أربيل والسليمانية للقاء القوى الكردية هناك. هذه الزيارات والدعوات ما هي إلا توجه إلى التهدئة والرغبة بعودة الحياة إلى العملية السياسية التي توقفت منذ مدة ليس بقليلة جراء ما حدث في الشارع العراقي والخلافات بين الأطراف، إذ تحمل بين طياتها السعي إلى إعادة استقرار البلد وإبعاده عن مهاوي الخطر. فالإطار الشيعي اليوم مطالب بإعادة استئناف الحوارات والجلسات التي من شأنها أن تسهم بتشكيل الحكومة من أجل مصالح الشعب وتلبية مطالبه. أما المطالبة بتشكيل الحكومة جاءت بعدما عانى الشعب من الفراغ الدستوري في البلد وما قرأوا من مخاطر مستقبلية في حال بقي الوضع على ما هو عليه مع صعوبة إعادة الانتخابات وطول الانتظار بعدها. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيوفي الأكارم الدكتور مصطفى الناجي الكاتب والأكاديمي ضيفا كريما في الأستوديو. حياك الله دكتور مصطفى، أنا مرحبا بحضرتك. وكذلك أرحب بالسيد فاضل موات عضو ائتلاف دولة القانون، حياكم الله أستاذ فاضل، تنضم معي عبر سكايب. أبدأ مع حضرتك دكتور مصطفى، نتحدث اليوم عن مرور الوقت و تزايد سخونة الشارع، زيادة الغضب الجماهيري من مختلف الجهات، بالتالي كانت هنالك لحظات فارقة وإجراءات أيضا فارقة. نتحدث اليوم عن ما قفز إلى الواجهة، قرار أو محضر اجتماع مجلس القضاء الأعلى، كيف تنظر إليه؟ نعم، أتوجه بالتعزية للعالم الإسلامي وإليكم وإلى عموم الأحرار بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أقول بأن مجلس القضاء الأعلى في اجتماع اليوم مقرراته لم يأتي بشيء جديد، وإنما أكد موقفه السابق بأن حل مجلس النواب ليس من صلاحياته، ولم يذكرها للدستور ولا قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017. مجلس القضاء لا يريد أن ينأى بنفسه عن المشكلة، وإنما يريد أن يثبت مبدأ قانوني ودستوري بأن حل مجلس النواب هو حق حصري لمجلس النواب وليس لجهة أخرى. أيضا أرحب بضيفي الكريم السيد النائب أحمد الفواز عضو اللجنة القانونية النيابية، حياكم الله شيخ الكريم. شيخ أحمد، يعني اليوم نتحدث أيضا عن ملف زيارة السيد هادي العامري وحراك المتواصل، زيارة إلى أقليم كردستان، دخوله على خط التهدئة والتسوية ليس بين الأطراف الشيعية فحسب، حتى بين الأطراف الكردية، كيف تنظر إلى هذا الحراك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. لا يخفى على الجميع ما يحصل اليوم من انسداد سياسي وأزمة ثقة ما بين الفرقاء وقادة الكتل السياسية، ونتج عن ذلك هو وجود حراك شعبي جماهيري لكلا الطرفين، وهذا يحتم على الأخوة قادة الإطار وكل قادة الكتل السياسية بأن يتحملوا المسؤولية باقتدار في من أجل العبور من هذه الأزمة وعدم إحراج الشارع أو زج الشارع في مثل هكذا صراعات ممكن أن تكون لا سمح الله باتجاهات مجهولة لا تحمد عقباها، وخصوصا نحن دورة خامسة نتاج لانتخابات مبكرة دعت لها المرجعية الدينية وإفرازات جديدة لشخوص أتوا بخيار الشعب، وأكثر غالبية نصف أعضاء مجلس النواب هم من النواب الجدد الذين هم أتوا من رحم المعاناة والمحنة من أجل أولا الحفاظ على مقدرات هذا البلد وتقديم خدمة أفضل و عبور ومعالجة الإخفاقات الحاصلة في الحكومات المتعاقبة الماضية. أستاذ فاضل موات، وجدت الترحاب بحضرتك. نتحدث اليوم أيضا عن حراك السيد هادي العامري قبل ذهابه إلى كردستان، كان هنالك حراكا مع بعض الكتل السنية، بالتالي هذه الوساطة والدخول على خط التهدئة في وقت تشهد فيه شوارع بغداد اعتصامات وتظاهرات وتجاذبات سياسية أيضا، كيف تنظر إلى هذه المبادرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لكم وضيوفنا الكرام في هذا البرنامج ولمشاهدي قناه الكريم. بالنسبه للخطوه التي بدا بها السيد العامري، هي جاءت بعد التشاور مع الاخوه رؤساء كتل الاطار التنسيقي، لانه لاسباب السبب الاول التنسيقات الدستوريه اللي صار عليها تجاوز، والسبب الاخر هو الحراك الجماهيري من قبل الطرفين والذي يعني قد يؤدي الى نتائج لا يحمد عقباها.
وبالتالي قادة الإقامة من الضرورة جدا أن تكون هناك تفاهمات سريعة جدا مع الكتل الكلية والسيادة، ومن ثم تكون هناك اجتماعات للسيد العامري مع الحزب الاتحاد الوطني الحزب الثاني، وكذلك مع الديمقراطي الحزب الثاني، من أجل أولا توضيح الحالة السياسية المتأزمة التي يمر بها البلد والانسداد السياسي والتفاهم على عملية تشكيل الحكومة، وحثهم على تقديم رئيس الجمهورية اللي هو حسب العرف السياسي يطرح حسب الأقوى الأتراك الحزبين الرئيسيين هناك، وبالتالي إذا ما حسم موضوع رئاسة الجمهورية سيكلف رئيس الوزراء اللي يرشح الإطار التنسيقي والذي يتمسك بالإطار التنسيقي السيد محمد الشاعر السوداني، لكي تتشكل الحكومة بأقرب وقت ممكن وتتولى حل المشكلات المستعصية الأمنية والسياسية والاقتصادية وما يعاني منه المواطن، على اعتبار أن الإطار رفع شعار أن هذه الحكومة هي حكومة خدمات. هناك أزمات في الكهرباء، أزمات في النفط، هناك أزمات أمنية، هناك أزمات سياسية قامت بها حكومة تصريف الأعمال اللي هي صلاحيتها، يعني مجموعة من الملفات الصعبة والمستعصية تحتاج إلى سرعة إنجاز الحكومة. من خلال هذه الحركة للتفاهم مع الكتل السنية والكتل السردية لأجل إقامة الاجتماع اللي من خلاله يترشح ومن ثم يكون هناك تكليف للسيد محمد السوداني في هذه الاساس التي تبناها شخص السيد العامري على اعتباره شخصيه قريبه للكثير من الافراد السياسيه. نعم. طيب دكتور مصطفى، نتحدث اليوم عن هذه المساعي وحضرتك متخصص بهذا الجانب، يعني بإدارة التفاوض إذا لم تكن يعني المبادرات تتضمن خارطة طريق تؤدي بمبتغاها إلى حل، فهي لا ترتقي سوى أنها دعوة للحوار ولا نسميها مبادرة. لما يكون حراك بين الكتل السنية وذهاب إلى كردستان، هل نتوقع أن تسير الأمور بهذه الوتيرة وتكون بالفعل خارطة الطريق، ومن ثم نجد أن هنالك خطا للحوار مع التيار الصدري؟ يعني هناك نقطتان يجب يعني التوقف عندها. نلاحظ خلال الأزمة، ليس اليوم وإنما في وقت سابق وحتى حاليا، جميع الكتل السياسية تتحاور وتتزاور وتلتقي فيما بينها سواء على المستوى الشيعي أو الكردي أو السني، عدا سماحة السيد مقتدى الصدر الذي لم يلتقي أحدا ولم يسمح بالحوار مع أحد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المبادرة يعني موجودة، ويعني كثرة المبادرات أيضا تقريبا جميعها عدا مبادرة السيد الصدر ومشروعه السياسي، كلها تلتقي في تطبيق الدستور والاحتكام إلى شرعية الدولة. إذا نلاحظ مشروع السياسي للإطار التنسيقي هو يبدأ بالدستور وينتهي بالدستور، بالنسبة للمكون السني أو المكون الكردي كلها تحتكم إلى الدستور، وحتى عندما طالب السيد الصدر في إحدى تغريداته بالعمل على تغيير الدستور، هنا تحركت القوى الكردية والسنية بشكل أو بآخر رفضت هذه المبادرة باعتبار أن الإطار التنسيقي والكتل الكردية هم من يعني بنوا الدولة، هكذا يرون، بالتالي الدفاع عن شرعية الدولة يقع على عاتقهم، على عكس الكتلة الصدرية التي لم تقدم من بعد انسحاب النواب الصدر إلى هذا اليوم سوى مطلب وحيد، وبقت مرتكزة على هذا المطلب يتضمن حل مجلس النواب، ومن ثم هذا الحل سوف يفضي إلى ما ترمي إليه وتهدف إليه الكتلة الصدرية. بطبيعة الحال أن حل مجلس النواب وفق هذا السياق هو مطلب يعني لا يمكن تحقيقه، مطلب غير واقعي، يصدم بالدستور أولا وبالنظام الداخلي ثانيا وبالواقع السياسي ثالثا وبالآليات التي ممكن أن تؤدي إلى الاستقرار.
يعني مطالبة السيد الصدر بحل مجلس النواب بفوق هذه المعطيات الواقعية الموجودة، أعتقد من الصعب المضي بهذا الموضوع ومن الصعب تحقيقه. طيب شيخنا، نتحدث أيضا عن المواقف السياسية. هسه لما السنة حسموا أمرهم اختاروا رئيس البرلمان، الكرد لا زالت الأمور مترددة بين الاتحاد والديمقراطي، أيضا البيت الشيعي منقسما على نفسه وهنالك تجاذبات سياسية، حكومة تصريف الأعمال بحكم المستقيلة، مجلس النواب معطل عن الجلسات. اليوم احنا بحاجة إلى مبادرة ترتقي إلى مستوى وحجم هذه الأزمات حتى نعبر مرحلة، لو أنه الوقوف متفرجين من قبل الجميع، بالتالي ما الذي سنصل إليه؟ بالتأكيد الوقت لا يحتمل التأخير، والحل تحركات قادة الإطار في ظل الأزمة السياسية الحاصلة في البلد هو الحل الوحيد لحل الأزمة، وهو بالحوار والتفاهم والتشاور وعقد جلسة لاختيار رئيس جمهورية، وحيث تبدأ حلحلة الأزمة الحالية هو بحسم استحقاق الأخوة الكرد لمنصب رئيس جمهورية. نحن علينا كنواب وممثلين عن الشعب من أهم المهام والأهداف هو الحفاظ على التجربة الديمقراطية في البلد وضمان استحقاق حاكمية الكتلة الأكبر للمكون الاجتماعي الواسع وهو البيت الشيعي. لذلك هنالك تجربة ديمقراطية تم تقديم تضحيات تلو التضحيات منذ عام 2003 وإلى الآن، لا يمكن الرجوع إلى المربع الأول ولا الذهاب إلى الفراغ أو إلى المجهول. على عقلاء البلد وحكماء البلد وقادة الكتل السياسية أن يجعلون في نصب عينهم المصلحة العامة وتذويب المصالح الشخصية. للأسف الآن الصراع هو صراع فرض إرادات وليس لمصلحة البلد، وهذا الشيء واضح وجليل العيان. اليوم الأخوة نحن في جميع كتلة الإطار التنسيقي خرجوا متظاهرين، وجماهير وحشود الأخوة جمهور الإطار في الجمعة الماضية، وحسب ما أشاد بالسيد الصدر بأن هنالك انقسام لقسطاطين من الجمهور. لذلك نأسف بأن يكون انقسام في البيت الشيعي في ظل هذه الظروف، وهذا ما أشارت إلى المرجعية الدينية بعد الحرب من داعش بأن سوف تكون هنالك فتنة أو اقتتال لا سمح الله شيعي، ولكن بجهود وعلى الأخوة وإن شاء الله هم قدر المسؤولية في تحمل هذا الظرف العصيب بأن يكونون قدر المسؤولية على حفاظ على عدم إراقة الدماء وعدم احتكام إلى الشارع والتوجه للطرق الدستورية والقانونية التي رسمها الدستور والمنتخب من قبل الشعب بحلحلة هذا الموضوع، وهو باختيار رئيس جمهورية وبالتالي اختيار رئيس وزراء يشرع في إكمال كابينته. الهدف والمنشود من ذلك هو تشكيل حكومة قادرة مقتدرة على حفظ سيادة البلد من جهة، وعلى تأدية خدمة أفضل على خلاف ما معمول به في الحكومات السابقة من جهة أخرى. أستاذ فاضل، يعني تفضل شيخ الفواز بأن المسارات السياسية وصلت إلى طرق مسدودة لولا أنه أكو مبادرة هسه يقوم بإدارة خيوطها السيد العامري. نتحدث عن ورقة الشارع، لما تخرج تظاهرات تعطي رسالة بأن الشارع ممثلوه هؤلاء المتظاهرين يمثلون الشارع الشيعي. طيب في قبال ذلك تظهر تظاهرات أخرى من قبل الإطار التنسيقي وتحولت إلى اعتصامات، هذا تعتبر دليل على أن الشارع لا تمتلكه جهة واحدة باعتبار أن لكل اتجاه جمهوره، بالتالي أنه ورقة ضغط الشارع لم تؤتي أكلها. إذن هل ستستمر هذه التظاهرات، هذا التأخير لعمل مجلس النواب؟ طبعا منذ البداية كان الإطار التنسيقي يحاولون وبكل الكتل السياسية
التابعة للمطار التنسيقي أرادت إبعاد يعني الجماهير عن التظاهرات وعن الاحتكاك والانقسام إلى القانون وإلى الدستور. بالرغم من اعتراضنا الشديد على نتائج الانتخابات وعلى أداء المفوضين، لأنه عندما صادقها القضاء العراقي وافق عليها الإطار التنسيقي ولم يعترض، على اعتبار أن القضاء العراقي هو صمام الأمان للعراق يعني بشكل عام، ومشى الإطار التنسيقي مع الأطر القانونية والدستورية في كل مراحله اللي كانت مراحل انسداد سياسي واضح. ولكن عندما يعرض الطرف الآخر يعني جماهيره وتقوم الكثير من الفضائيات الفتنة بكل صراحة، لأنه هذا هو الشعب العراقي اليوم واللي هذه طلباته، حل الدستور وحل مجلس النواب، فالقضايا لا يمكن يعني الحديث بها لأنها قضايا غير واقعية ولا يقبلها لا المكون الشيعي ولا المكونات الأخرى. عمل الإطار التنسيقي على أساس هذا أيضا بتظاهرات، ولكن تظاهرات الإطار التنسيقي تختلف تماما عن تظاهرات التيار الصدري داخل البرلمان. أولا الإطار التنسيقي في تظاهراته احترم كل مؤسسات الدولة، وكانت التظاهرات خارج الخبراء وهي بأعداد كثيرة جدا. وثانيا كانت مطالبة الناس المتظاهرين، يعني مو كلهم تابعين للإطار التنسيقي، بالتأكيد هذا الشعب، ولا ما يحصل أن هذه الأعداد الكبيرة والغفيرة اللي حضرت تمثل كتل سياسية. يعني إذا حضرت 200 ألف هم ممثلين عن ناس آخرين، يعني أبو العشيرة يمثل حشيش، أبو الحبيب يمثل حزب، هذه نماذج من الحضور بلغت وعرضها كل شاشات التلفزيون بهذا العدد الغفير جدا. وكانت مطالبه مطالب حقيقية، يعني مطالب الحكومة اليوم لم تحقق أولا احترام مؤسسات الدولة، احترام القانون، احترام القضاء، احترام المبدعيات. بعدين الشعب العراقي أيضا عتب شديد جدا على الحكومة باعتبارها مقصرة 100%، سواء كان في الجانب الصحي أو في الجانب المدني أو في الجانب الأمني في كل المجالات، إضافة إلى أن حكومة تصفية الأعمال قد تجاوزت صلاحياتها وأصبحت حتى تتوقع على اتفاقيات خارجية مو من صلاحيتها ولا هي من رغبة الشعب العراقي، يعني وصلت حتى إلى موضوع التطبيع. وبالتالي للجماهير لابد أن تكون كلمة، ولابد أن تكون هناك تظاهرات، ولكن تظاهرات سلمية، تظاهرات يقبلها القانون ويقبلها الدستور، تظاهرات غير عفوية غير عبثية، لا تلجأ للفوضى. وكلنا حضر الناس الطالب بخدمات والطالب باحترام مؤسسات الدولة وتدعم القضاء. ما قيمة دولة إذا إحنا ما نحترم بها القضاء، القضاء اليوم مؤسسة مستقلة يجب أن تدعم من قبل الجميع. أما كانت الخلافات بين الفتن السياسية، لكن لو لا تلقي ظلال هذه الخلافات على القضاء العراقي المستبيلة يبقى مستقل ونزيل. وبالتالي جماهير الإطار التنسيقي عندما خرجوا بهذه التظاهرات واعتصموا مطالبهم حقيقية، ولتعرض مطالب الإطار التنسيقي، جماهير الإطار التنسيقي ومطالب الجماهير الأخرى، والحالة التي يتصرف بها المظاهرة الأخرى مقابل تظاهرة الإطار التنسيقي، وليحكم القضاء وليحكم العقلاء على تصرف هؤلاء وتصرف هؤلاء ومطالب هؤلاء ومطالبها. نعم. الدكتور الناجي، يعني استمعت يمكن شيء قليل ما تفضل به السيد فاضل مواد، لما نتحدث عن بعض الإجراءات أو المطالب اللي طالب بها المتظاهرين، منها إلغاء الدستور، تعليقه، حل البرلمان، انتخابات مبكرة، يعني من الناحية الواقعية هل تعتبر هذه المطالب مطالب عملية؟ هل توفر هذه المطالب مفتاحا سحريا لحل الأزمة، لحل هذا الانسداد السياسي؟ لو احنا مجرد انه نطالب بهكذا مطالب فضفاضة والانسدادات لا زالت مستمرة، ومن ثم ما الجديد في العملية السياسية وكيف ستكون نتاجاتها في القريب العاجل؟
والله يا أستاذ أحمد، يعني خليني أغتنم الفرصة وأستثمرها بوجودي في قناتكم الكريمة وأوجه رسالة. تفضل. رسالة إلى الجمهور، إلى المواطنين، إلى الشعب بكل أطيافه. إن كان لابد من الخروج في تظاهرة، فيجب أن تخرج تظاهرة للمطالبة بتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، لأن هناك خطر يداهم المواطن العراقي متمثل بعدم وجود غطاء قانوني في السنة المقبلة لدفع رواتب المواطنين. عندنا 7.5 مليون إنسان عراقي يتقاضى راتب من الدولة، سواء كان على مستوى المتقاعدين أو على مستوى الموظفين. القانون العراقي، قانون الإدارة المالية لسنة 2019 حدد نسبة الصرف بناء على السنة المقبلة. سنة 22 ما بها موازنة، بالتالي لا يوجد هناك غطاء قانوني للحكومة العراقية أن تدفع رواتب المواطنين. تصوروا أنتم 65% من الموازنة تذهب للرواتب، سوف لن يكون هناك غطاء قانوني من دفع يعني هذه الأموال، بالتالي هناك ضرر على الاقتصاد العراقي، على السوق العراقي، على المواطن العراقي، على العائلة العراقية. إن كان لابد من خروج تظاهرة، فيجب أن تخرج تظاهرة للمطالبة بتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. هذا يعني كون هذه الرسالة توصل للمواطنين بشكل شفاف، وأنا لست مع أحد سوى مع الشعب. هذا موضوع. الموضوع الثاني، كل ما طرحه السيد الصدر يعني وخصوصا قضية حل مجلس النواب، أنا قلت سابقا في قناتكم وفي قنوات أخرى، في كتاباتنا، في لقاءاتنا، أنه هو المبدأ الدستوري. أوكي، يعني ما يعني الدستور سمح بحل مجلس النواب، لكن بأي طريقة؟ ليس بطريقة خروج التظاهرات، ليس بطريقة كسر الإرادات، ليس بطريقة فرض الإرادات، وإنما رسم طريقا واضحا في المادة 64 من الدستور. هناك طريقين لحل مجلس النواب، يا أما من السلطة التنفيذية أو من داخل مجلس النواب. كلا الطريقين ينتهيان في تصويت أعضاء مجلس النواب. إذن لابد، وهذه حتمية دستورية وقانونية، لابد من انعقاد جلسة مجلس النواب، ومن ثم مجلس النواب ينتخب رئيسا للجمهورية، ورئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة الأكبر وهي كتلة الإطار التنسيقي، مرشحها الأستاذ محمد الشياع السوداني. ومن ثم هذه الموضوع، حتى إن كانوا ماضين في الحل، يجب أن تشكل حكومة برئاسة مرشح الكتلة الأكبر وهو السيد السوداني، ومن ثم هذه الحكومة تأخذ على عاتقها مسألتين أساسيتين. الأولى تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية حسب ما أقرت المحكمة الاتحادية في عام 21 شهر 12 أتذكر، والقضية الثانية إعداد مشروع قانون الموازنة حتى تسير أمور الناس بشكل انسيابي وبشكل طبيعي. بدون عقد جلسة مجلس النواب، فإن كل ما يطالب به الكتل السياسية هو مبدأ غير دستوري. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى الناجي الكاتب والأكاديمي على هذه الإثراءات في هذا الحوار، والشكر كثير حضرتك أستاذ فاضل مواد عضو ائتلاف دولة القانون، انضممت معي عبر سكايب، وتفضل بالبقاء معي الشيخ أحمد الفواسكي، نتابع في الملف الآخر مشاهدي الأحبة. شكرا جزيلا. مجلس القضاء الأعلى يستبق المهلة المحددة ويرد على تغريدة السيد الصدر بأن لا حل للبرلمان من قبل القضاء. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وفي هذا الملف مباشرة أتوجه بي السؤال لضيف الكريم الشيخ أحمد الفواز عضو اللجنة القانونية النيابية. نتحدث عن قضية إحراج القضاء وإدخاله في دوامة الأزمة السياسية وإمهال القضاء مدة أسبوع من قبل السيد الصدر في تغريدته. طيب القضاء يعني هل راعى هذه الجزئية في الإحراج أم أنه لا ضغوطات تمارس على الجهاز القضائي؟ بالتأكيد حريصين
كل الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب بأن يكون هنالك استقلالية للقضاء، وحسب ما مذكور وفق الدستور القضاء له استقلالية في اتخاذ وطرح ما يراه مناسب وفق الدستور وفق الأنظمة والتعليمات والقوانين النافذة. النظام السياسي في العراق منذ عام 2003 ولحد الآن هو نظام سياسي توافقي مبني على الشراكة باتخاذ القرارات والانسجام فيما بين المكونات الشعب العراقي والتعايش السلمي والتخوف من الانفراد بالسلطة وصراع فرض الإرادات على حساب الشركاء والمكونات الأخرى في البلد، الحفاظ على منجزات العملية السياسية من دستور وقانون انتخابات وتقديم خدمة أفضل واستيعاب طاقات الشباب في استثمارها في بناء هذا البلد، وبالتالي نحن موكلين بإقرار موازنة اتحادية بإمكانها أن تحدد مسار الوضع الاقتصادي والأمني والاجتماعي للبلد. لذلك مجلس القضاء له كلمة الفصل، وهو أبدأ برأيه بتجرد دون مجاملة ولا محاباة لجهة على حساب جهة أخرى، ونحيي مجلس القضاء على رأيه الصريح الصادح بالحق الذي لا تأخذه في الله إلا متلاوم. لذلك نشد على أيدي الأخوة العاملين والسيد رئيس مجلس القضاء بأن يكون قرارهم وفق الدستور وفق متطلبات المرحلة والمصلحة العامة والنظام العام والحفاظ على مؤسسات الدولة وهيبتها وسيادة الدولة ومفهوم الديمقراطية، هو بعدم المساس بحقوق بالحقوق العامة والحقوق الخاصة. لذلك هم موكولون بهذه المهمة وعلى كل الأطراف السياسية بأن تكون مدعاة لدعم مجلس القضاء وما يصدر منه محترم. وسابقا كان هنالك اعتصام للأخوة بعض قوى الإطار باعتراضهم على نتائج الانتخابات، وبعد قرار المجلس القضاء الأعلى كان هنالك احترام واستجابة لرأيهم وانسحاب وإنهاء الاعتصام الحاصل والقبول بالواقع رغم ما شاب من الواقع بإجراء الانتخابات المبكرة. هنالك إخفاقات حصلت وحسب تقارير مذكورة، ولكن احتراما لرأي القضاء تم الاستجابة بتوجيه قادة الإطار بانسحاب بعض الأخوة في الموجودين ضمن قوى الإطار، واحترموا القضاء ومؤمنين بالعملية السياسية وبإدامتها، وإن كان يدام العمل من قبل الأخ الآخر فهو مدام من قبل الكل، وهذا هذه هي الروحية اللي نتمناها أن تسود الجميع. اسمح لي أن أرحب بضيفي الكريم السيد فيصل ريكان الخبير القانوني، حياك الله أستاذ فيصل، ضيفا كريما في الأستوديو. نتحدث عن الإحراجات للجهاز القضائي، الأمور هي من اختصاص المحكمة الاتحادية، وورد اسم القاضي الدكتور فائق زيدان في تغريدة السيد الصدر وإمهاله لمدة أسبوع. طيب اليوم لما مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسته الاعتيادية التاسعة لسنة 2022 وناقش عدة قرارات، ولكن من أهمها تغريدة السيد الصدر، وكان جواب يعني نود أن توضح أن من وجهة نظرك القانونية وبعض التفسيرات التي قد تخفى على المتتبع. مساء الخير عليك. مساء الله بك أستاذ أحمد ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناتكم العزيزة. طبعا تأكيد يعني احنا اليوم اذا نريد نتحدث عن القضاء العراقي فاحنا كقانونيين يعني نعتبره هو الملجأ او صمام الامان للعراق، يعني حتى لو صارت مشاكل، صارت خلافات بالرأي، اعتصامات، تظاهرات، لكن احنا يجب ان يبقى القضاء العراقي هو القلعة الحصينة التي يمكن أن يلجأ إليها أي مواطن عراقي عندما يشعر أن هنالك خلل أو هناك تعرض لحقوقه قد تستباح أحيانا أو قد يكون هنالك خطر على حق من حقوقه. اليوم إذا أردنا نستعرض
صلاحيات المحكمة الاتحادية هي نصت عليها المادة 93 والمادة 94. المادة 93 تحدثت عن صلاحيات مفصلة للمحكمة الاتحادية، منها مراقبة تطبيق الدستور، مراقبة دستورية القوانين اللي تصدر، الفصل بين النزاعات بين المحاكم الاتحادية والمحاكم الإقليم والمحافظات، الفصل إلى آخره، طبعا ما أريد أن أعددها الآن هسه مو محلها. والمادة 94 قالت قرارات المحكمة الاتحادية باتة وقطعية غير قابلة للنقض وواجبة التطبيق لكل السلطات. ماكو نص يقول أنه المحكمة الاتحادية لديها السلطة على حل مجلس النواب. لا. لكن وين المشكلة، وين صارت الحقيقة؟ أنا بدي أوضح إذا تسمح لي شوية. في لقاء لرئيس مجلس القضاء الأعلى مع أحد القنوات الفضائية السيد فايق زيدان، كان يتحدث عن المادة 64 بالدستور وكيف ممكن أن يحل مجلس النواب، وتعرض إلى طريقتين اللي سردها الدكتور مصطفى الحقيقة وأوضحها قبل لحظات. المقدم البرنامج سأله قال له إذا كان مجلس النواب غير منعقد الحالة، يعني تحدثوا أنه بإمكان رئيس الوزراء يقدم طلب إلى رئيس الجمهورية ثم الذهاب إلى مجلس النواب للحصول على الأغلبية المطلقة. قال له هي الأغلبية المطلقة ما موجودة، مجلس النواب ما منعقد. قال له ممكن في هذه الحالة إذا انشل مجلس النواب تماما ممكن أن يذهب رئيس الجمهورية إلى المحكمة وفق القانون المدني ليستصدر قرار قد يكون يعني داعم لقرار رئيس الجمهورية. الحقيقة هو ما تطرق إلى المحكمة ويا محكمة ممكن أن يذهب رئيس الجمهورية، هذا في حالة أنه مجلس النواب انتهى نهائيا. يعني لذلك الحقيقة للأسف الشديد فهمت على أنه عند للقضاء أكو صلاحية لحل مجلس النواب، والحقيقة هي المحكمة الاتحادية ليست لديها أي صلاحية بحل مجلس النواب. والمادة 64 وضحت الحقيقة بالشكل الكامل، المادة 64، وإحنا عندنا قاعدة قاعدة نقول الاجتهاد في مورد النص، يعني ماكو نص واضح يبيح للمحكمة الاتحادية أن تحل مجلس النواب. طيب الشيخ أحمد، يعني حضرتك أيضا عضو اللجنة القانونية النيابية، وما تفضل به السيد فيصل ريكان ورد في محضر اجتماع مجلس القضاء الأعلى. أقرأ لك النص يعني في ختام المحضر: بهذه المناسبة يدعو مجلس القضاء الأعلى كافة الجهات السياسية والإعلامية لعدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية، ويؤكد المجلس أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن الأساس الذي يتركز عليه هو تطبيق الدستور والقانون، وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابل الاجتهاد أو التأويل، كما تفضل السيد الخبير القانوني بإيضاحها. هنا اليوم القضاء عندما يكون هو السلطة العليا في البلد بعد تعطل هذه السلطات، كيف يدعم القضاء؟ مؤسسات القضائية كيف تدعم خصوصا من قبل مجلس النواب؟ في اللجنة القانونية جنابكم أيضا تقع مسؤولية عليكم في حماية هكذا مؤسسات، بالإضافة إلى المطالبة بعودة جلسات مجلس النواب. سابقا أثناء الفصل التشريعي الأول للدورة الخامسة للسنة الأولى كان هناك تواصل ما بين اللجنة القانونية والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهنالك تبادل اجتماعات دورية شهرية من أجل التنسيق في إقرار وتشريع القوانين المعطلة من الدورة الرابعة، وفي القوانين اللي ممكن أن تمس حاجة المواطن العراقي وتكون أساس في المصلحة العامة، تصف في المصلحة العامة. وهذا للأسف تم تعطيله بسبب عدم انعقاد جلسات مجلس النواب، وخصوصا في الفصل التشريع الثاني، وإرباك اللجنة القانونية التي هي روح مجلس النواب بكل جماهير وكل مكونات الشعب العراقي تنظر إلى ما سوف يشرعه مجلس النواب، واختصاص مجلس النواب هو تشريعي
وهذا يقع على عاتق اللجنة القانونية. لذلك يعني الآن هناك تعطيل لعمل اللجنة القانونية بسبب تعطيل عمل مجلس النواب، وهذا شيء حقيقة من المؤسف، حيث كان بودنا هناك مشاورات وتباحث ونية بعقد جلسات حوارية واستشارية مع مجلس القضاء الأعلى من أجل إحباك صياغة القانون لغويا وقانونيا لطرحه لتصويت في مجلس النواب وبالتالي دخول حيز الخدمة. لذلك المادة 5 من الدستور تقول السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات. أول ما يبدأ بالسيادة للقانون، لا شيء يعلو القانون هو غير السيادة، ومن هم حماة ورعاة القانون هم مجلس القضاء على الحكومة وعلى الطبقة السياسية وكل الكتل أن لا يجعلوا من مجلس القضاء خصومة، فهو الفيصل بين المتخاصمين ولا يمكن أن يشاد له إلا بالبنان وليس بالانتقاد أو الانحياز أو لحساب جهة على حساب جهة أخرى. أستاذ فيصل، على من تقع مسؤولية حماية مؤسسات الدولة ويعني عدم تعطيلها؟ بالتالي هنالك أيضا من تقدم باللائمة أو حتى الشكاوى القضائية على رئيس الوزراء حكومة تصريف الأعمال باعتبار أنه لم يوفر الحماية لهذه المؤسسات. نعم طبعا بالتأكيد. احنا أولا خلي نذهب إلى المادة 38 التي أعطت حق للمواطن العراقي بأن يعبر عن رأيه، سواء كان بالتظاهر، بالاعتصام، بعقد الجلسات، بالمؤتمرات، وحدد يجب أن تكون هذه الممارسات سلمية. وفعلا الحمد لله والشكر يعني هذه خلال التظاهرات اللي حصلت داخل بغداد وفي المحافظات، سواء كانت من التيار الصدري وسواء كان من الإطار التنسيقي، لم تحصل بها أي حوادث لا سامح الله، وهذا محسوب أيضا للمتظاهرين ولقيادات المتظاهرين بالتأكيد. ونتمنى أن تكون بقية الأيام القادمة أيضا وفق هذا، لأنه الدم العراقي ليس رخيصا ويجب أن يحافظ عليه. طيب، مسؤولية الحفاظ على المتظاهرين وعلى التظاهرات وعلى مؤسسات الدولة تقع على 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 عاتق القوات المسلحة والحكومة بالتأكيد. هذا هو الواجب الأساسي، يعني الحكومة يجب أن تقوم بحماية المتظاهرين ويجب أن تقوم بحماية المؤسسات الحكومية. لحد الآن نجحت الحكومة في هذا الموضوع، ونتمنى أن تستمر في هذا الموضوع، لأنه هذا من واجباتها الأساسية. يعني القوات سواء كان المتظاهر أو من القوات المسلحة هو ابن هذا البلد، فلذلك المحافظة عليه ضرورية. ومؤسسات الدولة هي للبلد وللمواطن العراقي، إذا فقدنا مؤسسات الدولة تصبح دولة بدون مؤسسات، بدون كيان يعني بالتأكيد، وهذا خطير جدا، قد يؤدي بنا إلى منزلق خطير. طيب، نتمنى أن تنجح الحكومة أيضا في معالجة هذه المسألة مستقبلا. منذ فترة نتابع في الإعلام سواء الميديا أو السوشيال ميديا شيخ أحمد بعض الرسائل المشفرة، لو قرأناها بأنها في مضامينها تحرض على العنف، تحرض على الاقتتال الداخلي، بالتالي شلون راح نشوف أنه مدى يعني قابلية الجمهور على التمسك بالمسالك القانونية والدستورية، ولا سمح الله لربما في لحظة معينة يتم الانزلاق نحو هاوية معينة. واليوم أيضا في ما صرح به مجلس القضاء الأعلى في جلسة المنعقدة، هل سيولد أيضا ردود أفعال من قبل بعض المتظاهرين؟ أود أن أذكر خطاب للمرجعية الدينية الرشيدة في النجف الأشرف بعد تحقيق النصر على داعش وتحرير المناطق العراقية. كان هناك تخوف من القادم بأن سوف تحصل فتنة وسوف قد يكون لا سمح الله اقتتال شيعي شيعي، وهذا ما
نتوجس الخيفة منه. لذلك وجهة نظر قادة الإطار الآن ليس فيها التظاهر، هو التظاهر حق مكفول وفق الدستور، ولكن رفض لدينا رفض بتعطيل المؤسسة التشريعية اللي هي بأمس الحاجة لها هو المواطن والشعب العراقي بشكل عام. لذلك اليوم لا أعتقد أحد ينجو من الفتنة، وليس هنالك رابح من الفتنة، وعليه أن يكون الاحتكام إلى العقل وليس فرض الإرادات. الله الله في العراق، الله الله في شعب العراق، كفى مناكفات، كفى زج الشارع بهكذا أمور وخلافات سياسية. لا أعتقد هنالك عقلاء يختلفون على المصلحة العامة، على الكل أن يتم تذويب المصلحة الخاصة. بوصلة المصلحة العامة يعني تاهت على الجمهور. بوصلة المصلحة العامة هو بالحفاظ. المتظاهر يقول أن المصلحة العامة، مؤسسات الدولة تقول المصلحة العامة، بالتالي لما يكون هنالك اعتصام داخل مجلس النواب أو خارج المجلس، هذا الاعتصام برأيك راح ينقل خلال الأيام المقبلة إلى مؤسسات أخرى، الجهاز القضائي مثلا؟ في حال لا سمح الله حصول تصعيد، تتحمل مسؤولية التصعيد وأي خرق أمني يحصل لأي ممتلك من ممتلكات الدولة وأي مؤسسة من مؤسسات الدولة، تتحمل مسؤوليتها الحكومة، هي كفيلة بحفظ الأمن. لذلك وعلى الحكومة، حكومة تصريف الأعمال، أن تكون قادرة ومقتدرة على الحفاظ على المؤسسات الحكومية. لذلك يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. اليوم احنا اليوم عندنا اكو هنالك اخفاقات في العملية السياسية، ولكن هذا لا يعني ان نلغي كل المنجزات من عام 2003 ولحد الان ونرجع الى المربع الاول. والبديل يعني اليوم حل برلمان، والبديل من حل البرلمان ما هو؟ لازم عقد، لازم يكون انتخابات مبكرة وتغيير مفوضية وقانون للانتخابات. من يعمل هذا؟ حجر الأساس هو مجلس النواب، على مجلس النواب أن يعقد وأن يكون هناك اختيار للأخوة الكرد باختيار رئيس جمهورية، ويجعل الخلافة لرئيس وزراء للمكون الشيعي. سوف أعتقد راح تتذوب هذه المشكلة شيئا فشيئا، كسر يعني الجليد من السفح. بإمكان أن يتم تقليم هذه الفتنة من أطرافها باختيار رئيس جمهورية وهو استحقاق المكون الكردي، وبالتالي التوجه لاستحقاق المكون الأكبر وهو رئيس وزراء. وهنا سوف يكون للمرجعية إن شاء الله رأي، قد يكون هناك بوادر تلوح بالجلوس على طاولة حوار واحدة. نأمل من الله ذلك إن شاء الله. أستاذ فيصل، يعني في سؤال أخير لحضرتك، يتحدث ضيف الكريم عن المبادرات، وهذا ما بدأنا به حلقتنا لهذا اليوم، مدى أهمية المبادرات الحقيقية وخارطة الطريق لتسوية هذه الأزمات في الوقت الراهن بعد اشتداد الاحتدام السياسي. نعم بالتأكيد، يعني احنا اليوم نبني كثيرا على موضوع هذه المبادرات. يعني كثير من القادة وكثير من الشخصيات المحترمة في البلد بادرت بشكل طوعي وبتكليف احيانا من كتلهم، وبتكليف من احزابهم، بتكليف من ناسهم، بتكليف من قوى اخرى، ان تذهب اكثر بعيدا اكثر من اجل جمع الفرقاء على طاوله واحده والتحاور. وهو هذا الطريق الاسلم الحقيقه، يعني هذا الطريق الذي سوف يصل بنا الى نهايه هذا الطريق المسدود، وبالتالي الانفراج. لأنه إن جلس الجميع على طاولة واحدة ووصلوا إلى نقاط مشتركة، والكل كانت يعني حتى القادة في الإطار التنسيقي كانوا مرحبين بموضوع الانتخابات المبكرة. لكن مثل ما تفضل ضيفك الكريم، أنه إحنا اليوم أمامنا استحقاقات، مثلا موضوع رواتب المتقاعدين ورواتب الموظفين سنتين بدون موازنة، واعتماد قانون الواحد على 12، هذا قد يعرض الكثير من عدم استلامهم رواتبهم، لأنه الواحد على 12 يجب أن تقارن بالواحد على 12 من الشهر قبل أن
عندما كانت هنالك موازنة الصرف. بالتأكيد. أعتقد أنه الموضوع غاية في الأهمية، والحد البارحة ناقشنا هذا الموضوع، وحتى نعم. كان إذا بديل قانون الأمن الغذائي فهو للعام الحالي. نعم. أشكرك شكرا جزيلا. نعم. اليوم إحنا بحاجة إلى تشريعين حقيقة. أولا الذهاب إلى تعديل قانون الإدارة المالية. نعم. بحيث أنه يضمن صرف كامل للرواتب، وهنالك مشاريع مهمة للبنى التحتية للبلد متوقفة. نعم. محتاجين إلى إعادة أو تعديل قانون الانتخابات، وهذا مشروط بقرار المحكمة الاتحادية، ومثل ما قلنا قرارات المحكمة الاتحادية واجبة التنفيذ وفق المادة 94 من الدستور. نعم. يعني حتى لو كانت هناك انتخابات مبكرة يجب أن يجتمع مجلس النواب لإقرار هذين التعديلين، هذين مهمة. نعم. جدا مهمة. أشكرك شكرا أستاذ فيصل ريكان الخبير القانوني أفريت الحوار في هذا الملف، وأشكر كثير لحضرتك الشيخ أحمد الفواز عضو اللجنة القانونية النيابية والنائب عن تحالف الفتح، أثرت الحوار في الملفين. شكرا جزيلا لك مرة أخرى عضو التحالف دولة القانون، آسف. وشكري موصول لكم مشاهدي أحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.